فعاليات تجارية لشركات عالمية في سوق الإلكترونيات والكهربائيات بدأت تشهدها السوق العراقية. 7 شركات عالمية أمريكية ويابانية وغيرها اختارت السوق العراقية لتسويق بضائعها عبر هذا المعرض للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، سيما بعد الاستقرار الاقتصادي والأمني النسبي الذي تعيشه البلاد بحسب ممثليها. أصبح الآن عندنا وكالة حصرية لسبعة ماركات عالمية: الشونيك، باناسونيك، جي بي سي، الأرستون الإيطالية، الفريجيدير الأمريكية، الزامل، كول لاين. عن طريق هاي المنتجات نحاول أن نوصل للمستهلك العراقي أفضل ما توصل إلى التكنولوجيا في مجال الإلكترونيات والأجهزة المنزلية. هذه الشركات حاولت تقديم بعض التسهيلات للمستهلك عبر تعاونها مع بعض الجمعيات التعاونية للبيع بالتقسيط للترويج عن بضائعها. عندنا شراكات مع جمعيات الآن موجودة تدعم الموظفين وتبيع لهم بنظام الأقساط. فالمستهلك اللي وصلنا اللي يحب يشتري مباشرة عن طريق المعارض احنا حاضرين، والمستهلك اللي يطلب ان يكون يعني شراء للمنتج بالاقساط نوجهه للجهه المعنيه، اقرب جهه موجوده اللي ممكن تبيع ايضا نظام التقسيط. وبرغم من ان هذه الخطوه متاخره بحسب خبراء اقتصاديين، الا انهم عدوها جيده خصوصا مع توفر السيوله النقديه في السوق العراقيه. منذ 2007 ولحد الآن تعاني الأسواق العالمية من غياب السيولة النقدية في الأسواق، ولكن السوق العراقية تتمتع بوجود سيولة نقدية كبيرة جدا في السوق العراقية، وبالتالي تحتاج إلى شركات كبرى وعملاقة لتلبي حاجة الطلب الموجودة لدى المستهلك العراقي. اليوم المستهلك العراقي أصبح ليس مستهلك بسيط، بل مستهلك متوسط ومستهلك غني جدا، وبالتالي يحتاج إلى ماركات عالمية. للبيئة الاستثمارية الآن هنالك تطورات كبيرة، خصوصا بعد يعني قانون تقييس السيطرة النوعية وتثبيته في الأماكن الحدودية، الذي سيمكن من دخول بضائع ذات جودة عالية ذات ماركات عالمية، وسوف تشعر المستثمر الأجنبي وأصحاب الشركات العالمية أن هنالك حقوق ملكية فكرية دائمة. التنوع الموجود في الأسواق العراقية يراه مراقبون ضروري لتلبية جميع متطلبات الفرد العراقي، إضافة إلى خلق أجواء تنافسية بين الشركات. زينب جليل، الحرة، بغداد.